مساء الخير. أنا الرجل الوحيد. يعني أنا تقريبا مش بمثل كل الرجالة ده بالتأكيد يعني، بس هحاول إن أنا تبقى قصتي يعني بشاركها معاكم كده، مش تمثيلا لكل الرجالة، مش كل الرجالة باسكت واحد، لكن أتمنى إن هي تكون بس قصة من القصص دي. أنا اسمي عماد كريم، بشتغل في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والنهاردة جاي لكم بشكل شخصي علشان أقدر إن أنا أحكي شوية على شوية حواديت كده صغيرة. أنا من قرية صغيرة من نقادة الأقصر. نقادة الأقصر، نقادة دي تعتبر هي أول حضارة مصرية وجدت. لو احنا بنفتخر ان الحضارة الفرعونية بتاعتنا أقدم حضارة في العالم، فنقادة كانت أول حضارة، اللي هم بيسموها في كتب التاريخ الأسرة زيرو، اللي هو قبل الأسر. فده خلاني أؤمن إن نقادة أم الدنيا. نقادة أم الدنيا بمعنى إن أنا كنت حاسس إن أي حاجة هتحصل في نقادة، أول حاجة سواء كانت تقدم أو تأخر، هيتم تقليدها في أماكن تانية في الدنيا. فكنت حاسس إن إحنا عاملين زي فكرة تأثير الفراشة، إن إحنا نعم إحنا صغيرين، بس إحنا اللي بنبدأ كل حاجة في الدنيا، زي ما بدأنا الحضارة هنبدأ حاجات تانية كتير. وخلال حياتي اكتشفت إن في أحداث كتيرة حصلت بتأكد لي الفكرة دي. هحكي لكم منهم حكايتين النهاردة بس مرتبطين بموضوعنا. أمي اتجوزت وهي عندها 11-12 سنة، كانت في سنة رابعة ابتدائي. خرجوها من المدرسة عشان تتجوز. زي 40% من النساء اللي هم دلوقتي عندهم 60 سنة اتجوزوا قبل بلوغ السن القانوني، و51% منهم بالتأكيد أمنيات. المهم مامتي اتجوزت وعلى طول حملت. أول طفل حملت فيه سقط، توفى أثناء الحمل. بعدها على طول حملت تاني، كانت راجعة من النيل، وكعادة الأسرة في الصعيد عشان ما فيش حنفيات، ما فيش مصادر للمية، البنات هي اللي بتقوم إن هي تروح توصل النيل يحط المية في القلل أو في الجرة زي ما بنقول ويرجعوا بيها للبيت. وهي راجعة حست بألم الولادة، وصلت لحد البيت وأنجبت الطفل الثاني قبل حتى الداية ما توصل، والطفل الثاني المعجزة ده واقف قدامكم. مش أنا المعجزة، المعجزة إن مامتي كانت من البنات القليلين اللي ربنا كتب لها إن هي تعيش. معظم البنات اللي بيحملوا في السن ده، سن المراهقة، سن الطفولة، معظم الوقت يوم ما بيسقطوا الأطفال بتوعهم بيتوفوا أثناء الولادة أو أثناء الحمل، أو بتحصل تشوهات للطفل. لو اديت لكم ثواني كده تفكروا في شكل والدي وأسرتي اللي عملوا فيها كده، لكام ثانية ممكن يعني بالتأكيد أنتوا تخيلتوا وحوش، وتخيلتوا الصورة النمطية للرجل الصعيدي اللي هو يعني كل الصورة اللي انتوا بتشوفوها في المسلسلات العربية الموجودة. خليني أبدأ الحكاية من الأول بشكل مختلف. أنا اسمي عماد كريم، من قرية صغيرة في نقادة. والدي بابا توفى هو عنده 15 سنة، اضطر إن هو اللي يشتغل عشان هو كان أكبر الأولاد، إن هو يسافر السعودية للكويت لكل الدول علشان يشتغل كل الشغلانات اللي يقدر يعملها علشان يبعث الفلوس دي كلها للبيت. بابا لما كان بيرجع في الأجازة كان بيعمل كل حاجة بنفسه، بيغسل ويطبخ يلعب معانا، لدرجة إن ماما كانت بتتخانق معاه عشان يخرج من المطبخ. قصة ماما وبابا نفس قصة جدي وجدتي. جدتي برضو اتجوزت وهي عندها 12-13 سنة، خلفت 10 أولاد، 3 منهم اتوفوا. لكن اللي حصل إن بابا وجدي كانوا تقريبا من الجيل اللي وقف
الظاهرة دي. أبويا وجدي أنا فخور بيهم لأن هم من الناس اللي علمونا إزاي إن احنا نتعامل مع المرأة بشكل مختلف. إن أمي وجدتي مش مجرد بس اتنين هم متجوزينهم، هم أصل العيلة. نتعاملوا معاهم بكرامة ومشاركة في المسؤولية لدرجة إن والدتي وأمي كان هم اللي شايلين الأسرة كلها. موضوع العنف المنزلي ده ما كانش ليه وجود في بيتنا، ما كناش نعرف عنه يعني إيه عنف منزلي. إن إحنا كانوا كل استثمارهم، كل حياتهم إن هي بس يوفروا لنا كل الأساليب علشان كلنا نتعلم. وبابا أصر إن أختي تتعلم لحد ما حتى تخلص الماجستير بتاعها. قريتنا كانت نموذج كبير للتغييرات اللي حصلت في خلال الفترة اللي هي من 30-40 سنة اللي ابتدت الناس تحس إن هو إن ما ينفعش إن إحنا نجوز البنات وهم صغيرين. إن ما ينفعش إن مش رجولة إن الحد يضرب مراته أو أولاده. خرجت من نقادة واكتشفت إن الدنيا أكبر بكتير من نقادة، إن الوضع مختلف تماماً، إن الدنيا فيها حاجات تانية أكبر بكتير، وإن إحنا مش مركز الأرض، مش أم الدنيا بجد. السنة دي جهاز التعبئة والإحصاء بالتعاون مع الأمم المتحدة عملوا تقرير عن تكلفة العنف ضد المرأة. كانوا عايزين يعرفوا التحرش بالعنف المنزلي بكل الحاجات اللي احنا بنشوفها في المجتمع دي، ايه التكلفة الاقتصادية بتاعتها؟ هل هتزود الاقتصاد ولا هتنقصه؟ النتائج كانت مخيفة، ومخيفة جدا لحد بالنسبة لي، ومخيفة لرجالة كتيرة قوي، لان احنا الرجالة عندنا امتيازات وعندنا حاجات كتيرة قوي ما بنشوفش الظاهرة دي. وبنفتكر ان احنا عشان اتربينا في أسر أو في أماكن معينة ما بنشوفش فيها الظاهرة دي، إن الظاهرة دي مش موجودة، فما بنصدقش الأرقام. 7,800,000 امرأة كانوا بيعانوا من العنف السنة اللي فاتت. 7 مليون، ودي الحالات اللي هي الأعلى والأكبر في يعني الحالات الكبيرة مش الحالات الصغيرة. في 1,000,000 زوجة سابت بيتها السنة اللي فاتت نتيجة إن حصل لها عنف من زوجها أو شريك حياتها. 1,700,000 امرأة بتعاني من التحرش في المواصلات العامة السنة اللي فاتت بس، وإحنا بنتكلم على الحوادث الكبيرة. نتيجة ده إيه؟ إن الأطفال في أكتر من 300,000 أسرة بيعانوا من حالات نفسية ومن أثر نفسي للعنف اللي هما بيشوفوه في البيت. مش ده بس، أن يبقى عندنا 2.5 مليون امرأة عانت من التحرش في الشارع السنة اللي فاتت بس، دي مصيبة، مصيبة كبيرة. احنا عندنا كام؟ 2.5 مليون امرأة علشان يحصل لهم ده كله. التقرير في حاجات تانية كتيرة أوسع، وفي قصة كتيرة أول سيدات إلى حد ما، يعني كل قصة منهم تعتبر فيلم كبير. لو أنتوا عايزين حاجة فيها قصة وفيها تأثير، خدوا أي قصة من القصص بتاعة 2 مليون واعملوا بيها موسوعة، هتكون كافية. لكن في التقارير كتيرة أوي كان في حتة تانية كمان ناقصة، إن نفس النظام اللي بيخلي الراجل يسيء استخدام سلطته ويبقى عنيف ضد المرأة، بيعمل نفس الراجل اللي هو بيبقى عنيف ضد الرجالة، نفس النظام. فدي الحاجة الوحيدة اللي يمكن يشترك فيها المرأة والراجل، إن هما الاتنين ضحايا لمفهوم خاطئ للرجولية. اللي بيحصل بقى في ان المفهوم الخاطئ للرجوليه ده مضيعنا احنا الاثنين، مخلى محصوره المجتمع بتاعتنا بالشكل ده،
لما يبقى يبقى واحد يعني النسبة العالمية إن واحدة من كل ثلاث سيدات بتعاني من العنف وواحد من كل سبع رجال بيعاني من العنف، هل ده شكل المجتمع اللي احنا عاوزين نوصل له؟ بالتأكيد لا. الحكاية الثانية اللي عايز أحكيها لكم حصلت لما دخلت ثانوية عامة. ثانوية عامة الولاد مراهقة مرحلة جديدة خلاص حسينا ان احنا كبرنا. دخلنا سنة أولى كنا بنتضرب من الولاد بتوع سنة تانية وسنة تالتة. دخلنا سنة تانية انبسطنا احنا كبرنا خلاص من حقنا ان احنا نضرب الولاد بتوع سنة أولى. فكنا في الفسحة نقعد بقى الشلة وانا كنت من الولاد الطويلة. فيعني كنت ايه منصف كده رئيس العصابة زي ما بيقول. نقعد في الفسحة كنا نعاكس البنات نضرب الولاد نخطف الأكل منهم نضايقهم بأي شكل من الأشكال وكنا بنتنافس على مين فينا أكتر حد بقى إيه يعني يعمل أوحش حاجة عشان يوصل إن هو يبقى رئيس العصابة. وده مش في مدرستي بس، ده تقريبا في كل تجمع ذكوري إحنا بنعمله. الولاد بيعملوا كده في المدرسة في النادي في الشارع في حتى البيت لو في أولاد وبنات بيعملوا نفس الحاجات. لكن في يوم من الأيام كان عندنا واحد من العصابة بتاعتنا ولد رفيع كده صغير قصير معانا في نفس الفصل وكان جزء من العصابة. فكان اللي احنا بنعتبره يعني بقى ايه هو احنا بنحميه فلازم هو بقى يخدم علينا ومش عارف ايه. ففي يوم رخمنا عليه قوي. بعدها على طول دخلنا كان عندنا حصة ألعاب، مدرس الألعاب بتاعنا كان راجل بقى إيه راجل بقى عضلات بيلعب بيدرب كونغ فو وشايف نفسه قوي بقى يعني المفهوم الراجل الشرقي اللي احنا بنتكلم عليه. كان قايل لنا ان احنا نجيب زي مدرسي علشان ننزل حصة الألعاب. فاحنا بما اننا بقى عصابة وكبار فاحنا قلنا ان احنا نتحدى القرار ده واتفقنا الولاد كلنا ان احنا ما نجيبش الزي ده. فجينا الحصه مين اللي ما جابش الزي الرياضي كلنا طبعا رفعنا ايدينا. فراح مطلعنا قدام في الفصل ورصينا كده طابور على السبوره. مسك العصايه ما كانت معاه ورماها شمر قميصه وابتدى واحد واحد فينا اقلام شلاليت ضرب في البطن حركات بقى من كل الحاجات اللي هو كانه بيتدرب على جلسه من جلسات الكونغ فو. والبنات بتضحك ما كانش في اي تضامن بصراحه. لغايه ما وصل لصاحبنا ام اللي كنت بقول لكم عليه. فالمهم هو ولد صغير وضعيف قوي فمسكه زود عليه شويه فكان تقريبا بيلعب بيه كوره وكان مستمتع جدا بيه. فاللي هو عمال بقى بيوديه ويجيبه وراح مش عارف ايه لدرجه ان محمد انفجر فيه عيط وقال له ايه اللي انت بتعمله ده كل ده علشان زي مدرسه وحصه العاب انت مدرس العاب. المدرس سمع دي وكأن في حاجة كده نورت في دماغه. أنت تقول لي أنا مدرس ألعاب؟ أنا هوريك بقى مين مدرس الألعاب. راح مدخلنا كلنا ومسكه هو وفضل يضرب فيه لبقية ال 45 دقيقة. ويقول له بقى أنت عامل لي راجل عشان تتكلم معايا ترد عليا وخد ده. احنا كلنا كان وشنا في الارض. البنات منهم كان بيعيط. كان في بنت وحيده هي اللي فعلا وقفت وقالت حرام عليك اللي انت بتعمله ده. لما رفعت صوتها راح قدام كده عليها علشان يعني اداها كلمتين كده كان يعني شويه تحرش لفظي بزياده كده عليها. فسكتت وقعدت تعيط. رجع كمل على ام. خلصت الحصة كلنا اتلمينا على ميم نحاول نواسيه
رفض ان هو يتكلم مع اي حاجه، كان بيعيط بيعيط بيعيط. المهم رحنا حاولنا ان احنا قلنا له احنا ممكن نروح نشتكي، رفض تماما. وبعدها ما اتكلمناش خالص على اليوم ده. اللي حصل ان انا اخذت ميم عشان اوصله البيت. فضلنا طول الطريق ماشيين، كل ما احاول اتكلم مش لاقي، مش عارف اقول له ايه. فاقول له اجمد بقى، ده انت راجل، رجاله ما تعيطش ومش عارف ايه. خلاص الموضوع خلص. وصلنا البيت، اخته لقاها بتلعب في الشارع، كانت بتلعب في الطينه، فامسكها قاعد يضرب فيها. انت ليه تلعب في الطينه؟ انت مش عارف مين بهدلت. فالمهم قاعد يضربها ضرب شديد قوي لغايه ما وصلناها البيت. روحت انا. من بعدها حسيت بالتأثير بتاع الفراش اللي كنت بقول لكم عليه. بعدها بكم يوم من الصمت، ما حدش بيتكلم في الموضوع ده، ابتدى التأثير بتاع القصة دي يطلع. ما حدش نسي القصة دي لميم. ففضل ولاد كتيرة قوي يعيروه بيها، اللي هو انت اتضربت وعيطت. المجموعة التانية من العصابة كانت في الفسحة تحاول ان هي تعمل نفس الحركات اللي عملها المدرس في مين مع اولاد تانيين، نفس حركات الضرب. وبقيتنا ما حدش اتكلم في الموضوع ده. اللي كان بيتجرأ ان هو يروح يشتكي للمدرسة او اي حاجة كان بياخد على زيادة بعد المدرسة. فبقى قانون في المدرسة ان انت لو اتضربت اسكت بقى وانسى الموضوع. كانت كلية الطب بجامعة هارفارد عملت دراسة عن العنف. النتيجة اللي وصلوا لها ان كل الحالات بتاعت العنف اللي هم شافوها كانت ناتجة على ان الافراد اللي عملوا العنف ده مروا بتجربة فيها اهانة، مروا بتجربة فيها تأثير شخصي عليهم، فبيعملوا العنف ده كرد فعل ان هم يردوا الإهانة دي. جه الوقت اللي احنا نغير فكرتنا عن الرجالة وفكرتنا على النساء علشان نضمن ان يبقى المجتمع بتاعنا كله ما فيهوش جزء منه واقع. لو وقع واحد مننا او واحدة مننا المجتمع كله بيخسر. شكراً.